تمام يا باشا، موجود. انا سجلت عبد الرحمن عم. تمام، اوكي، شكرا يا دكتور. فالمحاضره الاولى كانت عباره عن الان كنترول ريكتيفاير. الان كنترول ريكتيفاير زي ما قلنا احنا، كلمه ان كنترول معناها الفولت اللي خارج موجب ما يقدرش اتحكم فيه. دايما التحكم يا جماعه في اي فولتج او اي كارنت عندي بيبقى التحكم في الاريا الاندر ذا كابل. دي معروفه يعني. انا زي مثلا عندي موتور دي سي وعايز اتصرف عليه فولت دي سي بس يبقى معمول له كنترولنج، فاروح امسك الاريا اندر ذا كيبل والويفز بتاعت الفولتج والكرنت واقدر اتحكم فيهم. اول ما اتحكمت في الاريا دي اتحكمت في مين بقى؟ في القيم، قيمه الفولت وقيمه التيار اللي موجود عندي داخل الموتور ده. فالدايت دايما بيخرج لك الويفه المذابه ويعمل كليبنج للويفه السالبه، وبالتالي ده ان كنترول. ولكن لما جينا الاسبوع اللي فات واخدنا الثيرستور، الثيرستور معتمد على سيجنال، بيجي له سيجنال خارجيه بتقول له تشتغل امتى وتفصل امتى في الوسط، وبالتالي تقدر تطلع الويفر بتاعت الدايود، ممكن تطلع النص الويفر بتاعت الدايود، ممكن تطلع ربع الويفر بتاعت الدايود، وبالتالي ممكن تطلع الفولت من زيرو للماكسيموم. يعني سي مثلا لو عندي دايود بيطلع لي الفولت 100 فولت دي سي، ممكن السيستم يطلع من 100 ل 70 ل 60 ل 50 لحد ما يوصل زيرو، يعني ممكن اطلع زيرو فولت منه. وده نوع من انواع التحكم. ده موجود مثلا هتلاقيه مثلا في خطوط المترو القديمه اللي هي بتاع المجد حلوان، خط الدي سي دايما انت بتطبق عليه كنترول ريكتيفاير. كلمه ريكتيفاير معناها انه الفولتج عندي بيتحرك او الكرنت عندي من اي سي تو دي سي، بتحول يعني الترم ده كله من عندنا احنا في الباور الكترونكس كله ريكتيفاير سيركتس، كله هحول الويف من اي سي الى دي سي. السنه الجايه ان شاء الله هناخد بقى الانفرتر سيركت وهاخد الدي سي تو دي سي كونفرتر وهاخد السايكل وهناخد مواضيع كتيره جدا بعيد عن الريكتيفاير. ولكن الترم ده خصيصا هناخد الكنترول ريكتيفاير بكل انواعه، سنجل فيز فول ويف هاف ويف، ثري فيز فول ويف هاف ويف، وممكن نكمل تاني بعد كده لو الترم في وقت. يبقى كل اللي احنا مشكلتنا دلوقتي ان احنا نطلع الويفز اللي عندنا معمول لها كنترول عن طريق الثيرستور، عن طريق الثيرستور. النهارده هناخد اكزامبلز، هقول تنبيه على المنهج. منهج الباور تولز اول مره انت تدرسه، انت اول مره تدرس الباور تولز النهارده. هدي قواعد مهمه جدا النهارده على اي منهج تدرسه بعد كده، سواء معايا او في الجامعه او بره الجامعه في الباور تولز. قواعد مهمه جدا. القواعد دي انت تدونها عندك، من خلالها تقدر انك انت توصف اي دايره الكترونكس، وتقدر انك انت ترسم على الاقل خط تتوقع الويفز اللي خارجه منها شكلها ازاي. تمام؟ طيب مبدئيا احنا الجزء بتاع الريكتيفيكيشن سيركتس ده منقسم الى جزئين. الجزء الاولاني هيبقى مطلوب منك انك ترسم الفيزيكال ويفز الموجوده عندك، اللي هي الفي اوت والاي اوت والفي اس والاي اس وكل حاجه ترسمها كويفز. الجزء الفيزيائي ده. تمام؟ وبعد كده ترسم او سوري تحسب كل القيم من وجهه نظر الار اف اس فاليو ومن من وجهه نظر الافريج فاليو. معلومه مهمه جدا انه اللي يهمني انا في الدي سي هو الافريج فاليو وليس الار اف اس فاليو. اللي يهمني في الدي سي هو الافريج فاليو وليس الار اف اس فاليو، وهوضح الكلام ده يعني كمان شويه. اللي يهمني يعني زي مثلا هقول لك على حاجه، انا جيت في ويفز عندي خربت من ريكتيفاير سيركتس ورحت حسبت لها الافريج ورحت حسبت لها الار اف اس. ويفز عندي مثلا دايود، الدايود ده طلع موجب ثم زيرو ثم موجب ثم زيرو، ورحت حسبت للويفه اللي خارجه دي الافريج فاليو، قيمه الافريج اللي هيقيسها الافريج. وبعد ما حسبت قيمه الافريج لقيتها 50 فولت، وجيت حسبت لها الار ام اس فاليو بقوانين الار ام اس فاليو لقيتها 75 فولت. في الحاله دي انا بقول انه الموتور الدي سي اللي هو اللود او اللود الدي سي ده مطبق عليه 50 ولا 75؟ حد يجاوبنا يا باشمهندسين. لو انا عندي ريكتيفاير سيركت، لو عندي ريكتيفاير سيركت، الريكتيفاير سيركت الخارج بتاعها 50 فولت دي سي، 50 فولت افريج و 75 فولت ار ام اس. اللود عندك الدي سي اللي هو متوسط الدايره دي مطبق عليه 50 فولت ولا 75 فولت؟ 50. ليه يا عبد الرحمن؟
ما عشان هو ده الافريج، هو مش هيبص لل 75 عشان الافكتيف فاليو هاخدها وهكررها وكل محاضره. الافكتيف فاليو عندي في الدي سي هي القيمه الافريج، القيمه المؤثره هي الافريج. ايه لازمه الار ام اس وحسابات الار ام اس في الدي سي؟ عشان تحسب كميه الريبل الموجوده عندك، وهنقول برضو الكلام ده معناه. تمام، يبقى عندك شطرين مهمين جدا، الويفز ترسمها صح وتحسب الحسابات بتاعتك على الويفز. الويفز عندنا ليها مواصفات معينه هتحسبها في الامتحان، كل سؤال هيجي لك في الامتحان ليه ويفز، والويفز دي مش اقل من 3 درجه مثلا، يعني سي مثلا سؤال عليه 10 درجات، لا دي عليها مثلا مش اقل من 4 درجات. الويفز لو اتحسبت صح انت بتكامل وبتحل صح وبتحسب صح، فتركز قوي في الويفز. طب ايه هي القواعد المتبعه اني ارسم الويفز الصحيحه؟ اكتب عندك اول قاعده، اكتب عندك كده في اول قاعده تقول ايه بقى؟ انه الفولتج، الفولتج الاوت طبعا الفي اس دايما ساين ويف، ده مفروغ منه. الفي اس دايما هو السبلاي فولتج ساين ويف، عشان الفولت اللي عندي كانبوت اي سي وده الفي اس، مفيش عندي ادنى مشكله في السبلاي فولتج خالص. ليه؟ عشان انا برسمه دايما ساين ويف عشان الويفز عندك اي سي. تاني حاجه البالسز، بعد نفس الساين ويف برسم البالسز بتاعتي اللي هي السيجنال الخارجيه اللي جايه للسيجنال. البالسز دي ليها معاد اللي هو الالفا اللي هو الفايلنج سيجنالز، دي ثابته برضه، يبقى الساين ويف ثابته والبالسز ثابته، رسوماتهم ثابته. تيجي الاول رسمه عندك بقى اللي هي الفي اوت، وانا برسم الفي اوت لازم يبقى في حسبانك ان هو جزء من الفي اس، جزء من الساين ويف، ممكن يبقى الساين ويف كله، ممكن يبقى جزء من الموجب وجزء من السالب، ممكن يبقى جزء من الموجب بس زي ما هناخده النهارده. فيبقى دايما الفي اس هو جزء، دايما الفي اوت هو جزء من الفي اس، دايما الفي اوت هو جزء من الفي اس. تمام، بعد ما ترسم الفي اوت طبعا انا ما اقدرش اثبت لك الفي اوت، عشان لو ثبت لك الفي اوت يبقى هيبقى خاص بالفكره ثابته، بس دايما وانت بترسم الفي اوت دايما تحط في حسبانك هو جزء من معادله البي اس، هو جزء من رسم البي اس، ممكن يبقى الساين ويف زيه زي البي اوت نفس البي اوت بالظبط، وممكن يبقى جزء منه، وممكن يبقى جزء موجب وجزء سالب، ممكن يبقى جزء سالب بس، اهم حاجه معادلته هي معادله البي اس. فرسمته تبقى رسمه البي اس، جزء منه كله، حته من السالب حته من الموجب. الاي اوت، الاي اوت ده غايه في الاهميه. بص يا جماعه وانا برسم الاي اوت، عند رسم الاي اوت اتفضل يا مصطفى. هو حضرتك مفيش شير، مفيش شير، بس انا بص يا درش الشير اهو ظهر قدامي، بس الشير ده مش هتلاقي فيه كل الكلام اللي بقوله، الكلام اللي هقوله لك دلوقتي ده وهقوله الدفعه مش موجود في كتب. فدي دي ملحوظات مهمه انك انت تبدا معايا صح في الباور بوينتس. الملاحظ دي تكتبها عندك وتحطها كده في قاعده. واكتب ورا حضرتك يا دكتور عمر. قواعد مهمه، القواعد دي وانت بتحل معايا دلوقتي قارن القواعد دي بالحل بتاعك ومشيها على المنهج كله. الماده صعبه جدا بس يوم ما تفهمها هتبقى اسهل ماده، مش هتذاكرها. يوم ما تفهمها مش هتذاكرها، هتحل على طول معايا. ولكن لو ما فهمتهاش مش هتحط فيها قلم، يا ابيض يا اسود. عشان كده انا عندي سنه رابعه في معاناه في عندي سنه نفس الرابعه. ليه؟ عشان سنه ثالثه كانت ابحاث. كملنا المنهج اي نعم، بس اتطلب معتمد على الابحاث ما يذاكرش. فاصبح اتفاجئ بمنهج ثاني في سنه رابعه. منهج صعب مش سهل. انا مش عايز اقول لك الورقه نفسها كان شكلها ازاي وانا برفع النتيجه، كان شكلها متشابك. ليه؟ عشان الماده يا جماعه لازم تبقى فاهمها قوي. فاهمها بالقواعد اللي هقولها لك دي. لا هتجيب حاجه من عندك ولا هتذاكر حاجه خارجيه. انت هتذاكر اللي انا بقوله لك ده وهنطبقه في الرسومات والحسابات. كل منهجنا رسومات ويفز وحسابات، عندنا كالكوليشن بتاع الفولتج والار ام اس والفكتيفيتس والحاجات الفاضيه دي. القواعد دي ثابته على كل المواضيع عندنا. ويفز وحسابات، ويفز وحسابات. لو انت رسمت صح بالقواعد اللي هقولها لك دي يبقى انت هتحسب صح. ليه؟ عشان الحسابات كلها بتاعتنا ذا سيم بنفس الاسلوب، مفيش تغيير.
يعني المفروض انت توصل عبد الرحمن انت ومصطفى والدفعه كلها توصلوا لايه؟ توصلوا لانك انت لو عندك اي ويف تقدر تحسب لها حساباتها بغض النظر الويف اللي خدتها وما خدتهاش. تمام؟ فانا قلت انه البالسز ثابته اهي. لو رحنا الاكزامبل اهي دي الويفز يا جماعه. دي الويفز بتاعت الار لوب. الساين ويف اهي الفي ام او الفي اس. والبالس ثابته عند الفا. عند الفا عند 2 باي كل بتتكرر كل 2 باي عند الفا عند 2 باي زائد الفا وهكذا. يعني لو بدات الفا ب 90 يبقى تشد خط هنا اهو وتعمل لي بالص هنا وخط هنا وبالص كده. يبقى الساين ويف ثابته والبالص ثابته. الفي اوت اهي هي جزء من الفي اس اهو في الحاله دي. في الحاله دي هو جزء من الفي اس. تلاقي في حاله ثانيه هناخدها كمان شويه اهو عشان تفهم القواعد اهو. هو جزء برضه من الفي اس بس واخد موجب وسالب. تمام؟ يبقى الحالة الثانية انه وانا برسم الفي اوت لازم تاخد في حسبانك هو جزء من المعادلة دي. طب الاي اوت عند رسم الاي اوت لازم انظر للود، لازم ابص للود يا جماعة. ما حد بيشكل التيار بالشكل اللي هو عايزه بالقيمة اللي هو عايزها غير اللود. اللود ده لا بيراعي الكيبل ولا بيراعي الترانسفورمر ولا بيراعي ما بيراعيش حاجة، بياخد التيار اللي هو عايزه. بالشكل اللي هو عايزه. دي قاعده تحطها في دماغك سواء باور فلوس ولا غير باور فلوس. انت النهارده في الباور سيستم مثلا، في الباور سيستم انت لما كنت بتاخد الداتا بتاعت الترانسميشن لاين، هل كان من يعني من المعقول انه يديك داتا للترانسميشن لاين بتاعت السورس؟ استحاله. والمفروض تبقى انت عارف الكلام ده، انه كل مره يقول لك الريسيفنج داتا كذا وكذا وكذا وكذا، فانا عايز السيندنج داتا كام؟ عايز البي سيتنج كام والاي سيتنج والباور سيتنج؟ لازم هو اللود بيجبرك على القيم بتاعته دي. اللود ده حاطط لو واحد كده حاطط رجل على رجل بيجي له الكرم لحد عنده زي ما هو عايز، الفولت لحد عنده زي ما هو عايز، بالقيمه الباور فاكتور هو يشكلها براحته حسب القيمه اللي عايزها سواء لاج او ليد او كذا. هو اللي بيتحكم في اللاج وهو اللي بيتحكم في الليد، هو اللي بيتحكم في القيم بتاعت التيار، هو اللي بيتحكم في شكل التيار لو ال لود لو سي لود. فشكل التيار اللود بيجبره انه يخرج من السورس مرورا بالترانسفورمر مرورا بالكيبل مرورا بكل حاجه، اللود هو اللي بيتحكم في شكل التيار. دي قاعده تبقى عارفها بغض النظر في باور بوكس ولا مفيش باور بوكس ولا في مشكله ولا مفيش مشكله. يبقى انت لما ترسم التيار لازم تبص على مين؟ على اللود. وقت المحاضره بيجري هوا وانا لحد دلوقتي ما بداتش في المحاضره. يبقى وانا برسم التيار لازم ابص على اللود. هنا مثلا وليكن دي ايه؟ ارلود. يبقى شكل الفولت شكل التيار. هديك القواعد كلها دلوقتي على السبوره. يبقى بتاعت التيار بس مبدئيا تحط القاعده في دماغك. شكل التيار بيرسم من اللود. ارجع ابص كده ارلود. يبقى القاعده الاولى بتقول لي شكل الفولت هو شكل التيار هو شكل الفولت بس مقسوم على بعض. طب ان لود يبقى تشارج ولا سي تشارج. طب كذا كذا يبقى كذا. يبقى شكل التيار انت بتشكله على حسب اللود. ده مش كلام باور الهورس اكتر ما هو الجنرال في علم الكهرباء. الجنرال الكلام ده الكرنت نفسه. يعني سي مثلا واحد عندك مثلا جاب موتور كبير قوي بيسحب مثلا 10 امبير وجاب ده كابل صغير قوي اخره 5 امبير، هل الموتور يراعي ان في كابل 5 امبير او اخره 5 امبير عشان الكابل اللي عليه 5 امبير ولا هيسحب ال 10 هيسحب ال 10؟ الكابل اتحرق على 10. قول يا عبد الرحمن. هيسحب ال 10 امبير. طب بتقطعنا كده في النص يا عبد الرحمن مش سيبنا خلاص. لا يا دكتور اسف. هيسحب ال 10 امبير ليه؟ لا هيراعي انه في كابل اخره 5 امبير ولا في فيوز اخره 5 امبير ولا كذا، لا بيراعي دي ولا بيراعي دي، هيسحب ال 10 امبير هيسحب ال 10 امبير. فالقيمه متحكم فيها اللود. طب الشكل لو عندي اللود ال يبقى لا، لو عندي سي يبقى لي. طب انت بتتحكم في القيمه وبتتحكم اهو في الشكل لاج ليد يونتي، يبقى اكيد اللود بيتحكم في التيار بالشكل اللي هو عايزه بالقيمه اللي هو عايزها. دي طبيعه اللود. وعملت وقلت لك اكزامبل دلوقتي، هات لي اكزامبل عندك من الباور سيستم مثلا انت خدته ده. اي اكزامبل يعني زي سواء في الترانسميشن لاين. اذا كان مثلا الداتا اللي بتاخدها دي الداتا بتاعت الريسيفنج وليست السندنج. بيقول لك ديزاين انا عندي الباور سندنج الباور ريسيفنج كذا والفولت ريسيفنج كذا. منها بتجيب الكرنت ريسيفنج وعلى اساسها بتحدد الاي زد الاي كابتن بي كابتن سي كابتن دي كونستنت
وبعدين تدخل بقى على مين؟ على البي سيجنال والاي سيجنال، وتجيب الداتا بتاعت السورس اللي تروح الداتا دي اللي توصل الداتا بتاعت النود زي ما هو عايز بالباور اللي حددها لك، بالكرنت اللي حددها لك، بالفولت اللي حددها لك. عشان كده بتحسب الفولت ريجوليشن، تقول انا عايز اوصل الفولت ده يبقى الفولت عند السندنج كام. طب بتحسب مثلا اللوسز، يبقى الباور اللي هتخدم هنا توصل هنا بكام، اللي هو الافشنسي. فدايما بتحسب البرفورمانس بتاعت الفيشن لاين ليه؟ عشان توصل للود القيمه اللي هو عايزها كباور وكرنت وكفولتج. فهمنا جزئيه التيار ده يا باشمهندسين؟ تمام. طب اي تيار تاني بيرسم من مين؟ يعني سيب مثلا رسمت الاي اوت خلاص من اللود، اي تيار تاني بيرسم من الاي اوت. يعني هنا مثلا هنا الدايره دي الاي سبلاي هنا والاي سيستور ده مش هو هو الاي اوت عشان الدايره كلها سيلز؟ تمام صح. فانا بعد نفس الاي اوت بشوف بقى ممكن تلاقي الاي سيستور في مسائل بعد كده نص الاي اوت جزء من الاي اوت، الاي سبلاي جزء من الاي اوت او كله الاي اوت. اي تيار في الدايره حتى السبلاي بيتكرر بيكبر انه يبقى شكله شكل الاي اوت. يعني زي مثلا انت لو سحبت تيار في المعمل عندك، التيار ده بيتسحب من المحول من الكذا من اول الجنريتور، بيتسحب التيار من الهيكل اللي انت حاطه ده، يبقى المنظومه نفسها بتكبر على الكرنت بتاع الايه اللود. تيار الترانسفورمر هو تيار اللود، تيار الكيبل هو تيار اللود. عشان كده هنا لما قلت الاي سيستور الاي اس سي ار اللي هي سيليكون كنترول ريكتيفاير الاي سيستور او الاي سبلاي، هما الاثنين شكل الاي اوت بالظبط. ليه؟ عشان الدايره كلها سيلز. طب الفي انود كاثود، ما هو الفي انود كاثود؟ ليها حالتين يا جماعه عندي في الحلقه، مش هطول فيها بس ليها حالتين. اثناء ما السيستور ده اون في الفتره دي دايما دايما طالما السيستور اون الفي انود كاثود زيرو دايما، طالما استيستور اون يبقى الفي انود كاثود زيرو الا واذا حاجه قلنا لك بعدين مش دلوقتي خالص. طالما اوف ما حدش يقول لي هنا البي سبلاي، بس طالما اوف لازم انسب الانود والكاثود للسبلاي. ممكن يساوي البي سبلاي، ممكن يساوي نص البي سبلاي، ممكن يساوي جذر كتير البي سبلاي، ممكن يساوي ضعف البي سبلاي زي ما هناخدها، ممكن يساوي جذر 3 البي سبلاي زي ما هناخدها في الثري فيز. فدايما انا بنسبها للسبلاي فولت. يبقى هقول تاني القواعد، هقول تاني الفي ام او الفي اس هو ساين ويف، البلس عندي ثابته بالمعادله اللي هحدده لك، سواء بصفر سواء ب 90 سواء ب 150 بالمعادله اللي هحدده لك. الفي اوت هو جزء من الفي اس، الاي اوت يرسم من اللود، الاي سيستور واي تيار في الدايره يرسم من الاي اوت، مش يرسم اللي هو هو، لا يرسم منه، يعني ممكن يبقى جزء منه ممكن يبقى هو هو. الفي انا بتكسب ليها حالتين، يا اما اون يبقى زيرو، يا اما اوف انسب الانود وتكسب السبلاي، تساوي البي سبلاي، تساوي ضعف البي سبلاي، تساوي ثلاث اضعاف البي سبلاي، ده حاجه ما تخصنيش، بس اهم حاجه انسب الانود وتكسب السبلاي. يبقى كده انت هترسم اي تيار، هترسم تيار اللود، هترسم الفي اوت، هترسم الفي اس، هترسم الفي انود كاسب لكل المواضيع اللي عندك بنفس الاسلوب اللي انا قلت لك دلوقتي. عندي اي سؤال يا جماعه هنا عشان ابدا في المنهج؟ حد سؤال في القواعد الاساسيه اللي هرسم بيها اي ويفز؟ باشمهندسين انا مش على السبوره، مش على الباور بوينت، مش هينفع تشرح خالص على الاونلاين، انا هبتدي حتى دلوقتي السبوره يعني. باشمهندسين حد لاقي سؤال بمبدا؟ تمام نبدا بقى شابتر 1 وهو الكنترول ريكتيفاير سيركتس اللي هو بيحول من اي سي الى مين؟ الى دي سي. يبقى الكنترول ريكتيفاير، كلمه كنترول معناها ان هستخدم كل الدوائر اللي عندي هستخدم فيها سيستم، كل الدوائر اللي عندي هستخدم فيها ايه؟ سيستم.
تمام. وبالتالي عشان كده اطلقت كلمه ايه كنترولد ايه كنترولد ريكتيفاير كنترولد ايه ريكتيفاير. اول نوع من انواع كنترولد ريكتيفاير هو السنجل فيز هاف ويف كنترولد ريكتيفاير، عشان في عندي بعد كده 3 فيز، وفي عندي سنجل فيز فول ويف كنترولد ريكتيفاير. فاول جزئيه عندنا احنا هنا هنبدا بيها السنجل فيز هاف ويف كنترول ريكتيفاير. واول نوع من انواع السنجل فيز هاف ويف هناخد بيور ريزيستيف لود. دايما الدايره اللود هو اللي بيحدد اسم الدايره. يعني في السنجل فيز ناخد ار وار ال وار ال اي وار ال اي ال ما انواع اللودز هي اللي هتحدد لي السيركت ماشي ازاي. ليه؟ عشان انت ممكن تستخدم السبلاي فولتج ده هو الفيشه اللي عندك في المعمل، النقطة دي والنقطة اللي فوق. أنت هتاخد من الطرف أهو بالثيرستور وتحطه على دايرة الفايرنج على الجيت والكاسل دي. الدايرة دي في دايرة خارجية قلنا عليها الأسبوع اللي فات اسمها دايرة الفايرنج اللي بتدي بالس للثيرستور. بتشغله في المعادن وتظبطه عليها. واللود عندك أر لود. فلما أقول لك بيور ريزيستيف لود اللود عندك أر. دايما دايما الفي انبوت زي ما قلنا ساين ويف. بتعامل في الباور الكترونكس انا بمعادلات. بتعامل في الباور الكترونكس بمعادلات. تمام؟ فدي عباره عن في ماكسيمم ساين اوميجا تي. ممكن في الامتحان اقول لك ايه؟ وكل ركز معايا في المعلومه دي او مش في الامتحان خليها في اي مرجع او اي كتاب ما نربطش نفسها بالامتحان. ممكن تقرا مساله في اي مكان كده يقول لك الفولتج عندك 220 فولت. سبلاي فولت 220 فولت. ده معناه ايه؟ معناه انه الار ام اس فاليو بتاعت السبلاي دي جيفن وبديها لك جيفن واستحاله ما اديها لكش. دي عباره عن 200 او 220 او 100 او 1000 فولت كار ام اس. هتمسكها كده ال 1000 دي او ال 500 او ال 220 تضربها في جذر 2 ساين اوميجا دي يبقى عندك الايكويشن بتاعت الانبوت سبلاي. تمام؟ تمام يا باشمهندسين؟ يبقى انا هديك السبلاي فولتج جيفن 100 200 رقم. طب تخيل لو انا اديتك السبلاي فولتج كمعادله. يعني ايه؟ قلت لك الفي اس او الفي انبوت بتساوي 100 ساين اوميجا دي على طول. 100 ساين اوميجا دي على طول. معايا يا باشمهندسين؟ هل هضرب في جذر 2؟ يا دكتور حلمي انا في ليكتشر دلوقتي ماشي خلص واجيب تحت كنترول. في طلب عايز ترفع تاني صح روعه؟ ماشي معايا يا باشمهندسين؟ هل لو انا جيتك في الامتحان قلت لك الفي سبلاي عندي بيساوي 100 ساين اوميجا دي تضرب في جذر 2؟ ايه؟ لا يعني الماكسيموم على طول. بس كده بالظبط كده، انت كده اديتك الماكسيموم. كده انا اديتك الماكسيموم، اديتك المعادله على طول. تشتغل عليها على طول. يبقى ال 100 ساين اوميجا دي ال 100 دي ماكسيمم. لو عايز تجيب منها ار ام اس ال 100 على جذر 2. مين الاعلى الار ام اس ولا الماكسيمم؟ الماكسيمم من اسمه الماكسيمم صح؟ فلو عندي الماكسيمم هقسمه على جذر 2 يديك ار ام اس. في كل الاحوال يا جماعه السبلاي فولتج جيفن في كل الاحوال. ما ينفعش في الباور كونت اشتغل على سبلاي فولتج النوم استحاله. سواء ادته لك كمعادله او سواء ادته لك كرقم وتضربه في جذر 2 وتجيب المعادله. اهم حاجه توصل للمعادله. سواء خدت المعادله مباشره او ممكن المعادله تبقى جذر 2 في 300 ساين اوميجا دي يبقى خلاص كده انت خدت ايه بقى جذر 2 دي في 300 دي الماكسيمم. ال 300 هي الار ام اس. المعادله جذر 2 300 ساين اوميجا دي. طب جيت في الامتحان قلت لك السبلاي فولتج ايكوال 300. يبقى انت تشد ال 300 دي يبقى الفي انبوت عباره عن 300 جذر 2 ساين اوميجا تي. اتفقنا حته السبلاي فولتج دي؟ الالفا ما هي الالفا؟
الالفا دايما الويف، الويف دايما ده زيرو نص الويف بالظبط اللي هي باي على كوبليه 90. بالمناسبه انه في ناس بتغلط كتير حتى في الورقه وانا بصحح، مش سنه رابعه سنه ثالثه بالذات يعني، عشان سنه رابعه خلاص اتعودت. الاقي في اول الكويز، اول كويز او ممكن في المتر، الاقي انه الباي على 90 مش عارف ازاي. الباي يا جماعه 180، الباي ب 180 يعني دي 180 ودي 360، ما هي بتتكرر كل 360 يبقى دي 2 باي ودي باي. فلما اديك الفا ب 90 يبقى هنا اهي، او الفا باي على 2 هنا، يبقى كده تشد خط لتحت اهو هنا وتعمل المربع البنساي تعملها لي هنا، وتشد خط كده وتعمل البنساي دي هنا ماشي. دي الفا. طب البيتا هي عباره عن ايه؟ طب ما تيجي نشرح السطور افضل. شايفين السبوره كده؟ لا لسه انا لسه مشغلتهاش يا مصطفى، مش فاهم بس كم اصلا بايظ اهو. شايفين الفرنسي كده؟ يا مصطفى؟ ايوه دكتور محمد تمام. دلوقتي انا عندي هنا، يبقى انا هقول ايه؟ اول حاجه السكن، السكن لا كده يا دكتور مش باين فوق هنا؟ هنا تمام. السنجل فيس هاف ويف ريكتيفاير، السنجل فيس هاف ويف ريكتيفاير. اول حاجه بيور ريزيستيف لود، ده اول نوع، ده اول نوع. الباور سيركت هتطلب منك حاجه، ده كده الكاثود وده الجيت وده الانو، ده السيرست، ده السبلاي فولت زون، ودي ريزيستنس، ده اللود اهو ار لود، ده التيار الاي اوت. كل اللي على الرسمه يا جماعه سمول، دي ملحوظه ثانيه، انه اي ويفز عندك، اي ويفز ليها سمول سيمبل، الفي سمول، الاي سمول، كل حاجه عندك سمول هنا تمام. وده اللود كار لود، اللود عندك ايه؟ كار لود. الالفا اللي هي ايه؟ ما هي الالفا؟ دي اسمها الفايرنج انجل، ودي جبت فايرنج مين انجل؟ اتفضل يا اسطى. يا دكتور ده حالته مهمة، ربنا يخليك ربنا يطمن، كتر خير، شكرا حبيبي ربنا يخليك. اتفضل يا جماعه، انت مش شغال. مع الترانزيت يبقى الالفا اللي هي ايه؟ الفايرنج مين؟ الفايرنج انجل. طب البيتا هي ايه؟ اسمها الكات اوف انجل. دي عندها بيفصل ستايست، دي اللي عندها بيفصل ستايست. طب الجاما اللي هي ايه؟ دي اللي هي بتساوي بيتا ناقص الفا، ودي اسمها الكوندكشن انجل. الكوندكشن مين انجل؟ الكوندكشن انجل. يبقى الفا هي زاويه اشعال السيرستوب، عندها السيرستوب بيشتغل، بيتا عندها السيرستوب بيفصل، جاما هي الفتره اللي شغال فيها السيرستوب، هي الفتره اللي شغال فيها مين؟ السيرستوب تمام. طب تيجي ناخد المكرر بس، المهندسين مش
مش جاي بستطرق من الأسف. هو حضرتك لو رحت يمين شوية برضه جايبة بعض الخط. بتقولي داش؟ لا أكيد أنا تمام كده جابت من أول الكورتة شمال. من أول حديد. كده نجيبها بس يمين شوية مصطفى. أيوة كده جايبة من بعض الخط المعقول. كده جايبة من معظمها صح؟ جايبة من أول ما حضرتك واقف لغاية بعد الخط شوية. ما أنا عارف إن أنا مش عايز زيك ولا داش. ايه يا تمام ماشي يبقى عدودنا كده تمام يبقى انا بص يا باشمهندسين انا ممكن اعيد المحاضره دي مره واثنين ثلاثه والمحاضره دي والله يا جماعه مهمه لدرجه ان المنهج كله معتمد عليها فيها ملحوظات معينه لازم تبقى انت حاططها في حسبانك وانت بتحل اي مساله او انت مش هتحل تتعامل مع اي موضوع يخص الباور فلوس رسمه التيار رسمه الفولتج رسمه البي ام باسورد رسم اي تيار غير الاي اوت ازاي تحسب افرج وار ام اس لاي ويفز عندك فالمحاضره النهارده دي محاضره مهمه جدا يا ريت ما تخرجش اي محاضره بعد كده غير لما تكون سمعت الفيديو مره واثنين ثلاثه بعد محاضره النهارده اتمنى من كده يبقى انا عندي هنا الالفا والبيتا والجاما دول ثلاث زوايا بحددهم على مين؟ على اكس اكس طب انا همسح الجزء ده دلوقتي اهو عشان مرتبط بجزء معين من السبوره خلاص احنا عرفنا موضوعنا اللي هو ايه البيور ريزيستيف يا دكتور انزل بس شويه يا دكتور شويه صغيره تعبنا مصطفى البيور تمام كده صح كده؟ تمام بيور ريزيستيف لود اللي هي الدايره دي اهي ادي دي اسمها بص يا باشمهندسين دي اسمها الباور سيل دي كده اسمها الباور سيل ده لود يعني دول طرفين فيشه اهو ده الفولت ده مثلا اهو في انبوت او في اس بيساوي في ماكسيموم ساين اوميجا دي اهم حاجه المعادله وده طرفين السيلستو ده الكاثود وده الانود وده الطرف الثالث الجيت ودول طرفين اللود اللود ده بيمثل لي ايه بقى؟ ارور اللي هو ممكن يبقى الارور ده ممكن يبقى لمبه انترنيس الحمراء دي او ممكن يبقى هيتر سخان الارور دي دايما بتمثل لي حاجه بيور ما فيهاش كويل ما فيهاش تبسطر اللي هو كل انواع الهيتنج كل انواع او النمط اللي هي الكاندست الحمراء القديمه دي فاللود عندك او بيور ريزيستنس او بيور ريزيستنس فانت دلوقتي حاليا الاي اوت اهو فتيجي تقول احنا قلنا الالفا اهم زاويه فيهم اسمها الفايرنج مين الفايرنج انجل الفايرنج ايه؟ الفايرنج انجل طب من صفر تعال نشوف الويفز اهي نفس الويفز اهي اول حاجه ساين ويف لازم يا جماعه لازم تشتري الاسطمبه عشان انا مش بصحح في الامتحان غير بالاسطمبه الساين ويف دي انا لو شفت الطلبه بترسمها لك الامتحان بلاقي اشكال غريبه لازم تستخدم الاسطمبه في الرسم عشان بعد كده هتلاقي رسومات زي كده مثلا اهي هتلاقي رسومات زي كده مش هتعرف ترسمها غير بالاسطمبه مش هتعرف تكتب رسومات غير بالاسطمبات فمن دلوقتي عشان هندخل في ستري فيز مش هتعرف ترسم ستري فيز خالص تانية فمن دلوقتي اسطمبه ولا مسطمبه بتاعت ستري فيز ده اسمه الفي ام ده اسمه ايه؟ الفي ام هنا البار ولازم اكتب المعادله بي ماكسيمم ساين اوميجا تي يا جماعه يا ريت ودي اوميجا تي والماجنتا دي يا ريت كل كلمه على الرسمه اكتبها تتلزم بيها كل كلمه على الرسمه اكتبها تتلزم بيها تمام
الفا عندي اهي عشان دي خط اهو الفا وخط تاني اهو واقول اوميجا دي وده الجيم باي واقول ده اسمه الاي جي الاي اهو جيم ده اللي هو داخل هنا اللي هو جاي من دايره مين؟ جاي من دايره الكنترول اهي الكنترول سيركت دايما الكنترول سيركت اطرافه بتبقى على الجيت وعلى الكاسيت دايره ده الاي سي سواء اي سي سواء رام سواء يو جي دي اي دايره اطرافها بتبقى على الجيت والكاسيت وبتطلع لي البلس دي بالمعاد اللي انا عايزه اهي بلس ثانيه اهي بتكرر كل قد ايه كل 2 باي دي الفا دي 2 باي زائد الفا لحد دلوقتي في مشكله في الساين ويف والبالسز البالس دي معاد تشغيل السيستم اول ما السيستم بيبقى عليه البولت الانو اعلى من الكاسل ما يشتغلش بيستنى البالس البالس جاته عند الزيرو هنا يشتغل جاته هنا يشتغل جاته هنا يشتغل جاته هنا يشتغل المعاد اللي هنجيب له البنزاير من دايره الكنترول الخارجيه دي اسمها الباور سيركت دي اسمها الباور الباور سيركت دي اسمها الباور سيركت الدايره دي اسمها دايره الباور دايره الباور دايما بتشتغل على 1000 فولت 2000 10000 فولت 20000 فولت 30000 220 كيلو فولت عادي جدا الباور سيستم موجود عليه كل الريت ما انا قلت قبل كده دايما بنستخدم في الربط الدولي اللي هي دولتين مختلفين في الفريكونسي دايما الربط بينه بيبقى دي سي فارفع هنا ستيب اب للدي سي بالاي سي وبعمل ريكتيفيكيشن سيركت في الهاي فولت اسمه هاي فولت دي سي ده موجود فالستايلستو ريتنج موجود عندك دي اسمها دايره الباور سيركت شغاله عند اي ريتنج من الفولت ولكن المسكينه الثانيه يعني كنترول سيركت ده الفولت بتاعها قليل قوي 12 فولت يعني دايره الكنترول اللي انت مش شايفها دلوقتي اللي هي جايبه لك سيجنال خارجيه اللي هي مسؤوله عن الاي جيت مسؤوله عن الاي جيت مسؤوله ان هي زي الجيت كارد بتكريته عن طريق دايره وبتديك بارس للستايلستو بس لازم الستايلستو يبقى مستعد اول ما تديله البارس لازم الامن يبقى عامل كسر يعني الستايلستو هنا لازم اديله بارس في الجزء الموجب ده ما ينفعش البارسات تيجي في الجزء السالب لو جت في الجزء السالب لما الشرط ده ما اتحققش الكاسل هيبقى اعلى من الامن يبقى لازم اقدر اعمل كاسل يبقى البلطايه تتراوح من 0 الى 180 البلطايه دي تتغير من 0 الى 180 حد اللي قال سؤال يا جماعه لحد دلوقتي في الساين ويف والبلس باشمهندسين 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 معايا ولا خدتها؟ اه دكتور حضرتك تعال نرسم الفي اوت يبقى هنا هنقول هنا اهو من اوميجا تي اكبر من الصفر واقل من الفا استايلستو هو اس سي ار اون ولا اوف اوف ممتاز يا عبد اوف ليه عشان ما كانش بالانس من زيرو انت قلت قول لي ليه يا عبد الرحمن؟ يا دكتور؟ انت قلت قول لي ليه؟ انا قلت اوف والله والله؟ اوف اوف ليه عشان من صفر لالفا ما اخدش بالانس ما اخدش بالانس وبالتالي الدايره هيبقى شكلها ازاي؟ اهي اوبن سيركت الفي اوت بكام؟ زيرو والاي اوت بكام؟ زيرو طب الفي انو كاسل بتساوي كام؟ انا قلت لك الف بالانود بالسبلاي الانود اهو هنا والكاسود في تيار هنا مفيش دايره اوبن يبقى الكاسود اهو يبقى البي ام كاسود بتساوي مين؟ البي ام او البي اس يبقى وانا برسم هنا اهو وانا برسم البي اوت زيرو
وانا برسم الاي اوت زيرو، وانا برسم هنا الفي انا متكسر الفي اس اهي دي اول فقره. تاني فترة بقى اوميجا دي محصورة بين الالفا والباي استهلستم ماله؟ اون استهلستم ايه؟ اون يبقى ايه الدايرة هنا؟ في تيار في تيار هذه الانود ودي الكسر ودي الار لو البي اوت بتساوي البي اس والاي اوت بيساوي البي اوت على ار علشان هي ار ايه؟ لود. يبقى لازم ابص على مين؟ على اللود. لازم عشان ارسم التيار لازم ابص على اللود. البي اوت كسر بتساوي كام؟ بتساوي زيرو. ليه؟ عشان الثيرستور اون. نرسم اهو ادي ادي الباي اهي ودي الاثنين باي عشان ارسم اهو في ناس يا جماعه في ناس عشان بس بيبقى طالع من الامتحان لكن انا عملت صح الناس اللي شافوا الرسمه دي انا لو كان في الباب تديني ساين وين في ناس تعمل كده دي غلط اللي انا رسمتها دي غلط لا الصح بقى اهي اجي هنا هي جزء من البي اس هي جزء من البي اس وانا بس بالتيار ابص على اللود اللود ار يبقى شكل البولت شكل التيار بس مقسوم على ار ودي بماكسيمم ساين اوميجا تي طيب خلاص البي ار اتكسر بزيرو اهي زيرو طب استيستو عند النقطه دي عند النقطه دي فصل ولا هيكمل معايا استيست الفصل ولا قول يا محمد يا علاء يا فاروق استيست الفصل عند النقطه ولا هيكمل معايا فصل ليه فصل عشان ايه موبايلي 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 عشان نكتب سايكل عشان نكتب سايكل دكتور مش هو كده ريفيرس عشان نكتب سايكل يا جماعه عشان نكتب سايكل هو في النيجاتيف سايكل البي البي اللي هو من الاثنين جانكشن هيكونوا هيشتغلوا بس الجانكشن في النص هتفصل لا 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 بص يا جماعه هو مش دي يا دكتور تبقى البيتا هو عشان بيتا هو فصل ليه الاسبوع اللي فات اخذنا طيارين مهمين جدا 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 واحد اسمه رودي كارد واحد اسمه لاتش كارد تمام خدناه الاسبوع اللي فات وعرفناهم ولا لا؟ اه تمام دول خدناهم اه فعلا تمام بس عندي نقطه الذهاب بكام بتاع الدايره؟ عندي نقطه الذهاب بكام؟ الذهاب بكام؟ صفر يعني معناها اقل من الوضع الكرم خلي بالكوا يا جماعه استهلستوا الدايره ما بيفصلوش عشان الريفرس مش الريفرس الكرم ده بيفصل عشان الوضع الكرم بتاعه او الكارت بتاع الدايره اللي ماشي من خلاله اقل من الموضوع
عشان كده بعد المساله اللي جايه على طول هناخد انه الكرم عندك استرستو طبعا هو موسى معاك ما فرقتش معاه هو عنده النقطه دي بالظبط تيار الدايره اقل من الاي هولد اقل من الاي ايه النقطه دي اقل من الاي هولد عشان كده فصل عنه النقطه دي بزيرو فالباست بي الهولد الكرم هو لازم نقطه بزيرو هو قيمه صغيره بس ما ينفعش تبقى اقل من زيرو تمام يبقى يبقى اوميجا دي اكبر من الباي اقل من 2 باي هي نفسها من زيرو لبي من زيرو الفا اللي هو الاي اوت بيساوي كام؟ زيرو والبي اوت بتساوي زيرو والبي اوت بتساوي بتساوي البي مين؟ اس هي نفس الفرق يبقى ده يرجع تاني زيرو اهو وده زيرو وده بالبي اس اهو بالفيرس تمام؟ لحد هنا وبعدين يبدا يكرر تاني في الموجه الثانيه يبدا يكرر تاني في الموجه الثانيه يبدا يكرر تاني في الموجه الثانيه حد ليه سؤال يا باشمهندسين في الويفز؟ حد ليه سؤال في الويفز قدام دي؟ باشمهندسين حد ليه أي سؤال في الويفز قدام دي؟ عبد الرحمن ايوه يا دكتور دكتور هو حضرتك هو ال V انت كاسو بيساوي الموجة V I ولا سالب V I سالب صح؟ ال V انت كاسو هي نفسها ال V S في المرات اللي الثلاثة فيها اوف يعني الثلاثة هنا ماله اون فيبقى بيساوي كام؟ شورت سيركت تبقى صفر زيرو طب هنا اوف ولا اون هنا؟ هنا اون عشان بي اس تمام هنا اوف يبقى بيساوي البي اس هو بقى المفروض السيرستور يستحمل الجهد ده البي ار بتص دايما وموجوده في حاله السيرستور اوف تمام اتفضل يعني دي كده اهي السيرستور شغال عليه بوت زيرو طالما اوف السيرستور هنا اوف مش شغال ما خدش بالك فبتساوي الفي انبوت زي ما هي هنا اوف برضه جزء اوف يبقى ينزل زي ما هو تنزل وبرضه اول جزء من السايكل الثاني اوف فينزل زي ما هو يبدا هنا اون يبقى زيرو الفي انكسر عكس الفي اوت وجودها في عدم وجود الفي اوت تمام؟ تمام في حضرتك في مشكلة لحد دلوقتي يبقى احنا رسمنا الـ VS رسمنا الـ I gate رسمنا الـ V out رسمنا الـ I out ده كله في حالة والـ VR plus كله في حالة الـ R load كل ده في حالة الـ R مين؟ الـ R load تمام؟ كل ده في حالة مين؟ الـ R load طب خلاص انا رسمت الـ waves يعني دايما في اي كتاب ولا اي مرجع يقول لك درو البي اس ولا اي جي والبي اوت والاي اوت والاي سيليستر الاي سيليستر طبعا هنا هو الاي مين اوت عشان كده كلها احنا قلنا ايه سيريز تعال نحسب حساباتنا بقى تعال نحسب حساب بالعلم الافرج فاليو عندي الفي افرج مبدئيا في الحسابات اوعى تخرج بره الاثنين بار في الحسابات اخري في الحسابات اخر اثنين باي اخر سايكل واحده بس سايكل واحده بس وانا بحسب فهاجي هنا اقول لك ايه الفي افرج دي كابتر اهي الفي افرج بتساوي انا عايز احسب الافرج فاليو للفي دي اهي من الفا الى باي ودي اثنين باي خدنا الاسبوع اللي فات الافرج عايزين نحسبه تاني
والرقم ثلاث نورمال. البي اف اللي بيساوي ايه؟ البي اف اللي بتساوي ايه؟ القانون يعني؟ اه بس فهم يا عبد الرحمن، الناس كلها يا جماعه الناس كلها بتجاوب معايا. يا ريت يا جماعه الناس كلها اللي مش فاهم حاجه يقول اللي مش فاهم. يقول انا ما اعرفش يعني ايه كلمه بوينت، يقولها لي مش مشكله. دكتور وبعد على 2 باي هتبقى تكامل ساين في ماكسيمم ساين اوميجا تي من الفا الباي. صح تمام. هقول حاجه دلوقتي، انا ايه مفهوم كلمه افريج؟ يعني ايه كلمه افريج؟ خلينا متفقين يا جماعه، المساحه اللي قدامك دي هي مساحه انت اتحكمت فيها، فبناء عليها اتحكمت في القيم. اللي هتروح على مين؟ هتروح على اللود، هتروح على الارلود دي. فانت رسمت الجزء الفيزيائي اللي هو الجزء المخفي اللي انت ما بتشوفوش، وعايز تحسب القيم اللي انت بتشوفها بالافو بالاميتر بالوالميتر الكلام ده. فالجزء المخفي ده انت رسمته، ده الشكل الفيزيائي زي بالظبط، انت ليك شكل اهو وليك وزن، فشكلك في المرايه مختلف عن شكل زميلك، ده طبيعه في طبيعه البشر. فالطبيعه دي هي الفيزياء، يعني ليها اشكال مختلفه للبوند والتيار والباور وكذا. دي انت رسمت الجزء الفيزيائي. الجزء الرياضي هو القيم، الوزن بتاعك بقى دي قيمه حقيقيه بقى. الفولت بكام في الحاله دي؟ الكرنت بكام؟ طب يا ترى يعني لما احط دي سي موتور هنا، لما تحسب التيار في الستارتنج يبقى كام؟ في الراننج كوبريشن يبقى كام؟ طب الفولت المتوقع على دي سي موتور كام؟ يبقى السرعه بتاعته كام؟ تبدا بقى تتجاوب او تعمل ريسبونس الكامل بتاع اللود عن طريق انك انت اتحكمت في الويفز، وبالتالي اتحكمت في القيم. اتحكمت في الويفز وبالتالي اتحكمت في القيم. فانا دلوقتي حاليا اول حاجه ظريفه جدا، انا اتحكمت في القيمه بدل ما هي تطلع من صفر لباي بالدايركت، لا اتحكمت انها تطلع من الفا لباي بالسلاسل، فشلت جزء منها. فالمفروض الجزء ده يؤثر في القيمه، انا هقيسها للافو. لو عندي افو بيقيس مثلا فولت سي، يبقى القيمه اللي هقيسها للافو هتقل نتيجه المساحه قلت، عشان في علم الكهرباء انه اي قيمه محسوبه هي اريا اندر ذا كيرف. في علم الكهرباء سواء باور اميتر، سواء باور فولتج كارنت اي سي دي سي، هي ريليتد للاريا اندر ذا كيرف. لو انت اتحكمت في الاريا اتحكمت في القيم، وده اساس التحكم في الدنيا كلها، انك انت بتوصل للشكل الفيزيائي اللي انت تقدر تشكل فيه زي ما انت عايز، وبالتالي تقدر انك انت تحسب القيم بتاعتك زي ما انت عايز. الافرج، ما مفهوم الافرج في علم الرياضه؟ ليس له علاقه بعلم الالكترونكس ولا علم الكهرباء ولا علم المشين. الافرج هو قيمه ثابته خلال الزمن، ولكن الكيرف اللي قدامك ده هو قيمه متغيره، مره يبقى صفر، مره يبقى قيمه ثم قيمه ثم قيمه ثم ينزل صفر ثم يمشي صفر. فدي قيمه متغيره، ولكن انت الافرج ده معناه القيمه الثابته اللي هيسهل الافرج قيمتها قد ايه؟ الكلام ده هقوله الاسبوع اللي فات وهقوله تاني النهارده. تمام؟ القيمه الثابته دي اهي، عندي كيرف اهو يا جماعه اهو، عندي كيرف بالشكل ده، المعادله بتاعته في ماكسيمم ساين اوميجا تي، اخر السايكل بتاعتي 2 باي وهو من الفا الباي، وده اسمه في اوت. الافرج هو قيمه ثابته خلال الزمن اهي، ارتفاعها ارتفاع القيمه دي اسمها في افرج، في افرج. تمام؟ فانا قلت لك لو عندك الكيرف ده اهو كوم رمله، عملت كوم رمله كده، وجيت مسكت الرمله دي فضلت تخبط فيها كده وتساويها كده لحد ما ملت المستطيل ده. الرمله اللي واخده على شكل الكيرف ده فضلت تساوي فيها لحد ما ساوت المستطيل ده. يبقى مساحه الرمله هي نفس مساحه المستطيل. ليه؟ عشان كميه الرمله الموجوده في الكيرف لما جيت اسوي فيها كده عملت المستطيل. تمام؟ يبقى مساحه المستطيل عباره عن ايه؟ في افرج ب 2 باي، طول في عرض مساحه المستطيل اهو، البيز ده في الهايت ده،
ده مساحه المستطيل. طب مساحه الرمله كام؟ هتبقى تجاهل من الفا لباي بي ماكسيمم ساين اوميجا دي بالنسبه لاوميجا دي بالنسبه لاوميجا دي. طب لو قسمت الطرفين على 2 باي اهي يبقى البي افر بتساوي ايه؟ 1 على 2 باي تجاهل من الفا لباي بي ماكسيمم ساين اوميجا دي. يبقى مفهوم الافريج تكتبه عندك ملحوظه انه هو المجموع المساحات المنقوله من صفر ل 2 باي والمساحات الموجوده دي اجمعها كلها سواء مساحه او اثنين او ثلاثه او اربعه والمساحات دي كلها كانها مساحه مستطيل كانهم مساحه مستطيل كان المساحات دي موجوده على اشكال رمله وانا فضلت اساوي فيها لحد ما بقت مستطيل فالمساحات دي لما اقسمها على 2 باي هو البيز بتاع المستطيل يديني الارتفاع الثابت بتاع المستطيل وده مفهوم الافريج. أو تاني باشمهندسين اتفهم الافريج؟ يبقى لما ايه؟ تمام يا دكتور مع حضرتك. اتفهم الافريج يا جماعه الناس كلها عين تاني الافريج ده هتلاقيه في كل سؤال في الامتحان. والار بي اس هتلاقيه في كل سؤال في الامتحان والبي والافريج كرنت والافريج تايس والافريج تايس كرنت والار بي سي فال كل الحاجات دي كلها ثابته في الامتحان لازم تفهمها كويس قوي والاشكال اختلاف المساله دي بالمساله الجايه بالموضوع الثاني بالموضوع الثالث بالموضوع الرابع اختلاف مساحات وبالتالي انت لازم تحسب الافريج لكل مساحه تقابلها فانت لازم تبقى فاهم الافريج كويس قوي. الافريج هو مجموع المساحات من صفر ل 2 بار والمساحات دي اقسمها على 2 بار بس ده المطلوب منك. بعد ما تقسمها على 2 بار يبقى انت كده حصلت على الافريج. تمام؟ طيب الفي ماكسيمم دي ثابته يبقى في ماكسيمم تخرج بره على 2 بار تكامل الساين بنيجاتيف كوزاين اوميجا تي مره عوض الالفا ومره عوض الباي. وباي احنا قلنا ب 100 وكام؟ 180 الباي 180. طيب يبقى هنا عندي في ماكسيمم على 2 باي لما تعوض بباي ماينس كوزاين باي الباي اللي هي 180 زائد اللي هي ناقص كوزاين الفا. خلي بالك دي كلها على بعضها على الكالكوليتر هتلاقيها بكام؟ واحد. يبقى الفي افريج هنا تبت على مين يا جماعه؟ تبت على مين الفي افريج؟ تبت على ايه؟ دي بنت على مين؟ على الفا صح ولا لا؟ الالفا دي لو بصفر يبقى الفولت اللي خارج من ماكس على 2 باي لو الفا دي 90 كوزاين 90 دي زيرو صح ولا لا؟ لو سوري لو الفا دي بصفر كوزاين صفر بواحد 1 زائد 1 ب 2 ال 2 دي مع ال 2 دي يبقى الفولت اللي خارج دي ماكس على باي ده اعلى فولت ممكن تتخيله اللي هو كانه دايل يعني. طب لو الالفا دي 90 يعني نص المساحه دي فكوزاين 90 بصفر فدي بصفر يبقى الفولت اللي خارج بي ماكسيم على 2 باي شوف يا جماعه نص المساحه ادتني نص القيمه الاثنين اتوجدوا اهي. طب لو الفا بصفر كوزاين صفر بواحد 1 زائد 1 ب 2 الاثنين دي مع الاثنين دي يبقى الفولت اللي خارج بي ماكسيم على باي لو الفا دي 180 الفا هنا 180 عندي كوزاين 180 سالب 1 وموجب 1 0 في الفي ماكس على الطرف بصفر يبقى البوند اللي خارج بصفر عشان اديته باص عند الباي النهائي ما خرجليش اي حاجه خالص فضلت زيرو لحد الباي. يبقى قدرت اتحكم في البوند اللي خارج ولا ما قدرتش؟ قدرت اتحكم عن طريق الالفا ولا ما قدرتش؟ الالفا دي جايه من دايره خارجيه اسمها الكنترول سيركت او الفايلنج سيركت او الجيت سيركت زي ما قلنا الاسبوع اللي فات. الالفا دي قيمه او انجل تحت الفايلنج عندها بيحصل اشعاع ستريس فتحكم في الاريا اندر ذا كيرف وبالتالي تحكم في القيم زي ما انا عايز. يبقى مين اللي هيتاثر عندي هنا؟ اللود. اللود هيتاثر بقيمه البولت المتغيره اللي اتغيرت عندي. قيمه البولت المتغيره مثلا يعني لو هنا في دي سي موتور الدي سي موتور ده ممكن اطلعه 100 فولت دي سي ممكن اطلعه 50 فولت دي سي 40 فولت 30 فولت يبقى الريسبونس بتاعه كسرعه هيتاثر بالبولت اللي داخله صح ولا لا؟ يبقى هنا حصل كنترولينج حتى لو كان الكنترول ده اوبن لوب لحد دلوقتي انا بتكلم عن اوبن لوب يعني اوبن لوب يعني فولت خارج رايح على مين على النور قال لي زاد الفولت رايح له زاد سرعه يبقى انت قدرت تتحكم في المساحات فقدرت تتحكم في القيم فقدرت تتحكم في اللوب عشان كده اسمه كنترول ريكتيفاير
وليس uncontrolled rectifier زي الفاير. وده أبسط نوع وأبسط دائرة أنا بدأت فيها في المنهج اللي هي الار لو سنجل فيز أو ويف ريكتفاير. تمام فهمتين؟ تمام؟ عشان المحاضرة فضل لها ربع ساعة وأنت خلاص كام دي؟ تقصد كام يا مصطفى؟ ايه؟ الجدول الجديد يا دكتور المفروض ونص. لا نص خمسة مصطفى. مصطفى بالله عليك خمس دقايق بالنسبة دول مهمين جدا. 10 و5 تليفون بالظبط. انا عارف بس انا بسأل بختبر يعني. انا لسه ما شرحتش نص المحاضرة. تمام يبقى خلاص احنا حسبنا. حد ليه سؤال يا جماعه في حساب البي افريج؟ حد ليه حساب في البي افريج؟ طب الاي افريج الاي ده معناه كارنت، ده معناه اوت، ككابيتال معناه افريج، الفي دي دي فولتج كده الفي اوت، قلنا انها كابيتال دي معناها افريج، او ممكن تعمل كده الفي اوت افريج براحتك. اي بي مثلا دايما في الكتب عندك في المراجع الفي اوت افريج كده. الاي افريج بيساوي ايه؟ اللي هو الاي ده طالما ار لود يبقى بي افريج على ار على طول. البي افريج اتحسب دي البي افريج بتاعت شويه اللي هي بتساوي البي ماكسيمم على 2 باي ار 1 زائد كوزاي ار. طبعا هو الاي سيرست افريج عشان الداتا سيريز، هو الاي سورس افريج. طب البيك ريفرس فولتج او البيك انفرس فولتج دي هي دي بيساوي ايه؟ اعلى فولت بيتحمله السيرستور في حد الاوف اللي هو ده مع النقطه دي اللي هو بيساوي هقول اعلى فولت معرض للسيرستور في الدايره دي هو البيك فولت بتاع السبلاي اللي هو الفي ماكس اللي هو الفي مين؟ الفي ماكس. تمام؟ طب كده انا حسبت الفي افريج والاي سايستو افريج والاي اس افريج وحسبت الكرنت افريج. مطلوب مني احسب الار ام اس فاليو. مطلوب مني ان احسب الار ام اس فاليو. كده الفي كده اوي. لو عايز اقول ار ام اس كابيتال في اوت حتى جنبها مس تساوي الافرج فين؟ اهو ده الافرج اهو الفا لباي في ماكسيمم ساين اوميجا دي دي كده على بعضها جيفن بالنسبه لاوميجا دي الاختلاف بين الار ام اس والافرج يا دوبك هقول الجذر التربيعي لتربيع المعادله وانا قلت الكلام ده الاسبوع اللي فات الجذر التربيعي لتربيع المعادله. عندك انت الساين ما اقدرش ساين تربيعها كاملها. هاف 1 ماينس كوساين دبل الانجل. الفي ماكسيموم دي تربيع تخرج بره خالص. بره الجذر خالص. جذر واحد على أربعة باي تكامل من ألفا لباي هكمل واحد ناقص كوزاين دبل الأنجل بالنسبة إلى أوميجا دي مش أنا قلت لكم يا باشمهندسين إن أنا الجزء الفيزيائي خلصت منه دلوقتي الجزء الرياضي الجزء الرياضي انت ممكن شايفه دلوقتي صعب بس الكلام ده هكرره في كل مساله في المنهج تخيل
يعني في كل محاضره كل مره هعمل حسبه دي الصايدر بيت بقى واحد نص واحد ناقص كوزاين بقى في الزاويه وهكملها في كل محاضره في كل موضوع. فانت ممكن تستصعب دلوقتي اللي قبل من الار اف اس حسابات الرياضيه ممكن تستصعبها دلوقتي بس لو سمعتها مره هتبقى اسهل. لو انا جيت الاسبوع الجاي شرحتها في موضوع ثاني هتبقى اسهل. لو جيت الاسبوع اللي بعده شرحتها في موضوع ثاني هتبقى اسهل. لدرجه انك انت ورقه وقلم تحسب اي امل من اي ار اس المفروض مع تكرار المحاضرات كلها وحسابات الار اس والامل كلها في كل المنهج هتلاقي نفسك انك انت ايه الامل والار اس ده كل مره بنحسبه. بس لازم يناسب الغلطات في الامتحان. ايه بقى؟ انه الار اس دي لازم تناسب الرسمه. يعني الار اس يعني ممكن في رسمه ثانيه من الفا لالفا زائد باي مثلا. انا هنا مكمله معايا هنا. فانت على اساس الرسمه انت بتحدد الار اس والافرج كحدود تكامل. بس في كل مره الساين تربيع نص واحد ناقص كوزاين بتاعت الزاويه. وفي كل مره بتعمل نفس العمليه اللي بعملها النهارده. عشان ما حدش يستصعب الجزء بتاع الحسابات. جزء الحسابات هتلاقي نفسك لو عندك خمس اسئله في الامتحان كررت خمس مرات على خمسه ويبز مختلفه. عشان تبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي في المنهج. حساب البي افرج والاي افرج يعني ممكن هنا قلت الاي افرج يساوي بي افرج على ار عشان عندك ار لود. لو عندك لود غير الار مش هتعمل كده. هتحسب التايم لوحده والبوت لوحده. بس هتحسب الاي افرج بنفس الطريقه. تكامل من كذا لكذا لكذا ومعادله التيار. يبقى الحسابات دي مش ما تستغربهاش عشان هتعملها كل مره. سواء الافرج فاليو للكرنت، سواء الار ام اس فاليو للكرنت، سواء الافرج فاليو للفولتج، سواء الار ام اس فاليو للفولتج. كل مره هتمسك الافرج ترفعه وتحطه الجاز تحسب منه الار ام اس. يبقى عندك قيم الافرج وقيم الار ام اس، تبقى الداله اللي قدامك او الدايره اللي قدامك معرفه بالنسبه لاي حد كويبز فيزيكال وككالكوليشن ماثماتيك. لازم تبقى عندك اي دايره في الالكترونكس بتعرفها الحاجتين دول. الويبز عندك تقدر انك انت توصلها لي ان انا اعرف الويبز في الدايره، الجزء المخفي، الجزء اللي انا ممكن اشوفه بالستريسكوب مثلا، والجزء الرياضي اللي انا ممكن اقيسه بالآلة او بالوالتميتر او الاميتر او اي جهاز. الجزئين دول لازم يكونوا متوفرين عندك ومتعود عليهم في كل موضوع يخص الباور الكترونكس. سنجل فيز او ويب، سنجل فيز فول ويب، سواء الفول ويب ده سنتر تاب او فول بريدج، سواء سي فيز عندك او ويب او فول ويب، سواء اي موضوع لازم عندك البدايه بتاعت الويبز ازاي ترسمها وازاي تكالكوليت الافل والار ام اس اللي باقي لكل اليمنت في الدايره. اي كارنت اي فولتج. فما تستغربش الحسابات دلوقتي عشان الحسابات دي هتتكرر كتير قدامنا. ومش هتتكرر بس كمان هتذاكرها في البيت ان شاء الله باذن الله يعني. تمام؟ يبقى حسابات الافرج عندك هنا اهي. هندخل بس على عشوائيات المحاضره. الار ام اس فاليو الساين تربيع دي ساين تربيع هي نص في واحد ناقص كوزاين بتاعت الزاويه. طلعت الفي بره مش الفي ماكسيمم عشان انا الفي ماكسيمم ده اثنين هي نفس الحسابات على السطوره بالظبط يعني. واحد على اثنين باي يعني كده عملت كده اهو انك شفت دي كتبتها اثنين ودي على جذر اثنين هي هي. انتوا شايفين البي دي اف؟ تمام؟ ده اللي قبل انا هنا تكامل الواحد باوميجا تي عشان انا بكامله بالنسبه لاوميجا تي وتكامل كوزاين دبل انجل بساين دبل انجل على اثنين ومره اعوض بالباي ومره اعوض بالالفا يعني اوميجا تي مره اعوض بالباي اهي ناقص الفا يبقى خلصت من اوميجا تي ناقص ساين ضعف الباي على اثنين ناقص ناقص تبقى زائد ساين ضعف الالفا على اثنين. الكلام ده كله هعمله في كل محاضره. تمام؟ بس لاحظوا يا جماعه ملحوظه مهمه جدا ملحوظه مهمه جدا ان الباي بره الساين والكوزاين تبقى باي اللي هي 3.14%. الباي بره الساين والكوزاين تبقى باي 3.14%. الالفا عندك انا هديلك مثلا 90 يبقى اضربها بره الساين والكوزاين تبقى 90 والباي على 180 تبقى بالراديان. لاحظوا يا جماعه الملحوظه دي مهمه جدا وانت بتحسب الحساب بتاعك في السكشن وانت بتحسب الحساب بتاعك في السكشن
اي زاويه بره السايلنت كوزاين، الباي دي زاويه تبقى بالريديان، الالفا دي زاويه تبقى بالريديان، قيم صغيره. الباي من 90 دي معناها باي على 2 اللي هي 3 او 14% على 2. لو انا اديتك الفا 90 في الامتحان يبقى ال 3 و14% على 2. طب جوه ساين كوزاين الباي دي 180 يبقى 2 في 180 يبقى ساين 360 على 2 اللي هي بزيرو. طيب لو الفا عندي 60 يبقى ساين 2 في 60 اللي هي 120 على 2. يبقى ملحوظه مهمه جدا، اي زاويه الباي دي زاويه عندي، اي زاويه بره ساين كوزاين معامله الريديان، اي زاويه جوه ساين كوزاين معامله الديجري. طيب عشان احسب الار ام اس فاليو، الاي ار ام اس بيساوي البي او ار ام اس على الار، ودي في حاله الار لود اونلي، في حاله الار لود بس. طبعا هنا البيك ليفلز فولتج، انا عشان بس المحاضره انتوا عندكم محاضره بعد الفصل صح؟ مصطفى؟ ايوه دكتور. المحاضره الثانيه بدات، انا قلت الدكتور وليد. هو بدأ بالظبط. ماشي انا هنا عند الجزء ده عشان الدكتور وليد برضه، عشان احنا هنصنعه اربع خمس دقايق وهكمل المحاضره الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله. بس يا ريت يا جماعه ما حد يبقى داخل المحاضره الاسبوع الجاي الا ويكون مذاكر المحاضره بتاعت النهارده كويس قوي. علشان خاطر الاسبوع اللي جاي لو انت مذاكر محاضره النهارده والاسبوع اللي بعده واللي بعده واللي بعده هتبقى المواضيع بالنسبه لك سهله. تمام دكتور؟ ممكن ترفع ايه؟ ممكن ترفع المحاضرات؟ مش سامع صوتي اقطع.